كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة يعني ضمن مجموعة من الدروس والحلقات عن الحجر الكريم. اليوم سنتحدث عن حجر ثمين جدا وجميل جدا، إنه الزمرد الكولومبي الأخضر. فيا ترى ما هو الزمرد؟ الزمرد هو معدن، كمثل الحجر الكريم هي عبارة عن معادن متبلورة. هو يصنف من أنواع من أنواع معدن البريل. الصيغة الكيميائية هو عبارة عن Be3AEL2 SeO36، يعني لدينا ثلاث جزيئات بريل تتحد مع جزيئتي الألمنيوم مع ثلاث جزيئات من السيليكا، جزيئة السيليكا اللي هي SeO3، ست جزيئات سيليكا مع جزيئتي جزيئة بي البريل، ثلاث جزيئات ذرات تكون ثلاث ذرات البريل مع جزيئتي ألمنيوم. النظام البيلاوري هو هرم منعكس سداسي مزدوج M2 M2 M6، يعني أن لدينا مستوى تماثل M2 مستوى تماثل في ستة مستويات تماثل. اللون الزمرد عادة يتميز باللون الأخضر، لكن هناك درجات من الأخضر، فأفضل أنواع الزمرد هو الزمرد الأخضر الصافي. شرطين اثنين: أخضر كلما زاد خضرة كلما زاد جمالا. هناك بعض الزمرد فيها أخضر مختلط مع الأبيض، هذه ليست جيدة. وعلى العموم الزمرد الأخضر حينما يكون صافي يكون نادر جدا. وصف البلورة: بلورة الزمرد هي كبيرة إلى بلورة جيدة. انفلاق بلوري ناقص 0.001، مقياس موس للسلطة. على العموم مقياس موس للسلطة بالنسبة لي، مقياس موس الذين لا يعرفون ما هو مقياس موس، هو مقياس وضعه العالم موس أو موس، صنف فيه الأحجار الكريمة طبقا لصلابتها، يبتدئ بالتلك وينتهي بالألماس. التلك هو أقل درجة الصلابة له رقم 1، ثم أعلى درجة الصلابة هي الألماس له الرقم 10، وكل درجة أصلب، كل معدن في درجة أصلب من الدرجة التي قبله. الزمرد يحتل ما بين المرتبة 7.5 إلى 8، فهو على العموم أكثر صلابة من المرو وأكثر صلابة من الطباز أو ما يسمى بالياقوت الأصفر أحيانا، ولكنه أقل صلابة من الياقوت والألماس. بريق التعدين زجاجي. الكثافة النوعية، الكثافة النوعية بالنسبة للزمرد هي 2.76. الخصائص البصرية: أحادي المحور. طبيعة الحال بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون معنى هذه المصطلحات، كثافة الكثافة النوعية ومعامل الانكسار والصلابة، هناك دروس خاصة أعطيها في قناتي عن هذه الخصائص البصرية للمعادن والخصائص الكيميائية والخصائص البلورية. هذه أشياء مهمة للأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا خبراء في أحجار الكريمة. بالنسبة للتغيير اللوني لا يوجد. بالنسبة للزمرد قلنا أنه مكون من سيليكات البريليوم والألمنيوم. بالنسبة للمرتبة، عموما الزمرد يحتل المرتبة الرابعة بعد الألماس والياقوت والزمرد أو الزفير الذي هو الياقوت الأزرق معدن كورونتو. لكن حينما نتحدث عن الزمرد الكولومبي فالأمر يختلف. إذا كنا نتحدث عن الزمرد بصفة عامة
اي انواع من الزمرد الاسترالي او البرازيلي او الافريقي فهو يحتوي المعتبر الرابع في الاحجار الكريمه، لكن حينما نتحدث عن الزمرد الكولومبي الاخضر الصافي فهو يحتل المرتبه الثانيه بعد الالماس، والصافي منه قد يصل الى الاثمنه اغلى من الماس، فقد يصل القيرات منه الى 25,000 دولار. الان سنتحدث عن فاريتي بيريل، يعني العديد من الاشخاص الذين يهتمون بالاحجار الكريمه يعرفون ان الزمرد هو نوع من انواع البيريل او البريل معدن البريل، لكن هناك خلط كبير جدا بين هذين المعدنين، فالزمرد هو معدن البريل ولكن ليس كل معدن بريل هو زمرد، وهذه حقيقه خطيره جدا، لان بالنسبه للشخص المبتدئ الذي قد يستعمل بعض الاجهزه للكشف عن البريل، فاذا توصل بان المعدن هو معدن بريل قد يظن انه معدن بريل فهذا زمرد، وقد يباع له هذا المعدن على انه زمرد لانه يحتمل على معدن البريل او هو عباره عن معدن البريل. هذه المساله بالضبط ساوضحها لكم في هذه الحلقه. البريل يوجد في اشكال مختلفه، فقد يكون صافيا، واذا كان صافيا اي ليس معه شوائب فانه يكون كالارس، يعني عديم اللون، لا لون ابيض او بتزجاج، وفي هذه الحاله يسمى بريل غوشنيت. في هذه الحاله يسمى بريل غوشنيت. بريل غوشنيت هو البريل الخالص او ما يسمى بكالارليس اي عديم اللون، ويكون بيور او خالص. الحاله الثانيه سنراها مع الحاله الثالثه، وسنقارن الحاله الثانيه مع الحاله الثالثه، لأن الحالة الثانية كلا الحالة الثانية والثالثة. المركز العالمي للأحجار الكريمة جي سي جي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سنقوم بتقديم أو تعريف المركز العالمي للأحجار الكريمة، وما هي منتجاتنا وما هي الأنشطة التي نقوم بها. بطبيعة الحال هناك ثلاث أقسام أساسية. القسم الأول هو القسم الخدماتي، والقسم الثاني هو قسم السلع، والقسم الثالث هو قسم الاستثمار. بالنسبة لقسم الخدمات هناك مجموعة من الأنشطة. أولا الاستشارات، يعني الأشخاص الذين يريدون استشارة من خبراء الأحجار الكريمة يقومون بإرسال صورة إلى الخبراء وإعطائهم جواب أو معلومات عن ذلك الحجر الذي في الصورة، وهذا يكون بمبلغ 100 دولار، ويقوم المرسل بإرسال مبلغ عبر ويسترن يونيون. ثانيا أما بالنسبة للفحص فيكون بمبلغ 500 دولار، وهذا بإحضار الشخص ذلك الحجر لفحصه في المختبر أو إرسال عينات منه. ثالثا بالنسبة للتكوين، الآن نحن نتوفر على مركز عالمي للأحجار الكريمة، وهو أول مركز في العالم يقدم دروسا باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شا
شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو واحصل على استشارات مجانية في الأحجار الكريمة، بحث مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، دورات تكوينية في الأحجار الكريمة عبر العالم، ورحلات إلى دول مختلفة لزيارة مناجم والأماكن التي تتواجد فيها الأحجار الكريمة.